آثار غامضة فتحت الباب أمام روايات من نوع خاص تتحدث عن سكن غير مسبوق لفئة تختلف في طبيعتها وكننها عن أهل السعودية، وسط تساؤلات مثيرة عن حقيقة الحقب الزمنية التائهة من تاريخ بلاد الحرمين الشريفين. وهل كانت المملكة بالفعل ملاذاً آمناً لتلك الفئة الغامضة، أم أن القصة بالكامل تعد درباً من الخيال؟ ما بين معالم أثرية لم يتم التوصل بعد إلى حقيقة نشأتها في صحراء المملكة العربية السعودية الشاسعة، توصلت البعثات التاريخية إلى مجموعة من الآثار الحجرية الغامضة والتي من المؤكد أنها تشكل جانباً علمياً هاماً للحضارات التي عاصرتها أرض المملكة على مر حقب زمنية مختلفة. لكن ما أثار ضجة بالغة حول تلك الاكتشافات الأولى من نوعها في صحراء المملكة هو كيفية تشكلها، إذ تختلف كلياً عما يجاورها من آثار مكتشفة على فترات متلاحقة، فضلاً عن بعض الأسرار الغامضة حولها والتي لم تكشف بعد، وربما لا يخفيها بعض من قادة الحملات والبعثات التاريخية والاستكشافية. ورغم التشكك في حقيقة الفئة البشرية التي أنجبت ذلك الموروث الحضاري، إلا أن البعثات الاستكشافية كان عليها أن تقدم التفسيرات المنطقية وغير المنطقية أحياناً للتقرب خطوة أكبر من السر الغامض. فبعض العلماء رجحوا علناً أن تلك المنشآت الحجرية تعد مقابر، لكن الموروث الحضاري في شبه الجزيرة العربية يؤكد أن سكان الجزيرة لم يستخدموا مثل هذه المنشآت، بينما ذهب سيناريو آخر يختلف كلياً، إذ رجحت كفة أن يكون العرب استخدموا مثل هذه المنشآت من أجل معرفة الاتجاهات الجغرافية ودلالات طرق القوافل، بينما ذهب آخرون إلى سيناريو أن المنشآت الحجرية المكتشفة حديثاً استخدم كمصائد صحراوية. لكن وفقاً لبعض الأساطير التاريخية والموروث الشعبي، فالمنشآت المكتشفة استخدمت كأسوار لحيازات زراعية أو سكنية أو محاجر حيوانية، وفقاً لتقرير وكالة الأنباء السعودية واس. ولا شك في أن المنشآت الحجرية الأثرية الواقعة بقرب زبران التابعة لمحافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة تمثل مؤشراً هاماً للعمق التاريخي الذي تتمتع به المملكة منذ فجر التاريخ، وبالتالي فهي وثائق واقعية تكشف طبيعة الماضي وتفسر الحياة السابقة بما تتضمنه من سلوك وثقافة وعادات وتقاليد أياً كانت الفئة البشرية التي سكنتها في ذلك الوقت، سواء كانت من أهل المملكة العربية السعودية الحاليين أو من غيره. لكن الأمر لا يتطرق إلى أكثر من كون الآثار الجديدة هي نوعاً من نمط اجتماعي واقتصادي لبعض سكان الجزيرة العربية، وربما اختلف بعض الشيء عن الموروث القديم أو سكان الأماكن المحيطة. وحتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى تفسير نهائي لحقيقة ما تم اكتشافه في صحراء خيبر بالمدينة المنورة، لكنها في النهاية ربما تتجاوز أكثر من كونها تخليداً لموروث اجتماعي لبعض قبائل المنطقة في عصر تاريخي سابق.